مهمه جدا لان ده بيعبر عن نشاط في مجال الاستثمار وبالتالي افتتاحيه النمو وخلق فرص عمل. النمو في الربع الاول زاد باكثر من 8% بالمقارنه بالربع الاول من العام السابق، الفوائد زادت ب 33%. في بالنسبه للدعم في دعم التكافل والكرامه زادت الارقام بنسبه 92% من في العام الاول من العام السابق. وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا قلنا قبل كده ان اجراءات الحمايه الاجتماعيه اللي تمت في السنه الماليه 17 18 فيها اجراءات حمايه اجتماعيه كبيره تقدر بحزمه من الاجراءات قيمتها 85 مليار جنيه، منها برضه دعم التمويل. احنا دعم التمويل زاد في الربع الاول بنسبه 92% كارقام. مع كل هذه الايجابيه وده عنصر هام جدا لان ده بيعبر عن نشاط في مجال الاستثمار وبالتالي افتتاحيه النمو وخلق فرص عمل. النمو في الربع الاول زاد باكثر من 8% بالمقارنه بالربع الاول من العام السابق، الفوائد زادت ب 33%. في بالنسبه للدعم في دعم التكافل والكرامه زادت الارقام بنسبه 92% من في العام الاول من العام السابق. وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا قلنا قبل كده ان اجراءات الحمايه الاجتماعيه اللي تمت في السنه الماليه 17 18 فيها اجراءات حمايه اجتماعيه كبيره تقدر بحزمه من الاجراءات قيمتها 85 مليار جنيه، منها برضه دعم التمويل. احنا دعم التمويل زاد في الربع الاول بنسبه 92% كارقام. مع كل هذه الايجابيات